هذا جهاز الهواوي ميت باد برو 5G، محتويات صندوق شاحن بقوة 40 واط وكيبل الشحن تايب سي. شاشة الجهاز LCD بحجم 10.8 انش وبدقة 2K. طبعا الشاشة تقريبا 90% ما أخذ من الجهاز، وصراحة جدا رهيبة بالتصفح للألعاب. الجهاز توفر له اكسسوارات، كيبورد وأيضا القلم. نظام الصوت بالجهاز هارمن كاردن، 4 سماعات، وأداء الصوت صراحة جدا ممتاز ومحيطي وستيريو. بالنسبة لكاميرات الجهاز، فكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل تصور فيديو بدقة 4K و30 إطار بالثانية، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل. وأما بالنسبة للمعالج فهو الكارين 990، معمارية 7 نانومتر، ثمالي الأنوية، ومعالج رسومات مالي جي 76، مع ذاكرة 8 جيجا رام. أداء الجهاز ممتاز جدا في التعديل على الصور والمونتاج البسيط والرسم. ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت للجهاز، والجهاز يدعم شريحة 5G بالإضافة لذاكرة خارجية، وترى التابلت هذا تقدر تستخدمه بالاتصال. بطارية الجهاز 7250 ملي أمبير، ومعروفة هواوي ببطارياتهم مع خاصية الشحن السريع سوبر تشارج 40 واط. لو شحنت الجهاز 30 دقيقة بيعطيك تقريبا 3 ساعات عمل متواصل، والجهاز يدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. سعر الجهاز 3099 ريال وبس. هذه كانت مراجعتنا لجهاز الهواوي ميت باد برو 5G، ويعطيكم العافية.